ابو جابر كلمني امبارح في المعصر، قال لي انا مع الزمالك عشان ما نقعدش نطلع كلام كتير. كفايه يا جماعه، كفايه بجد. وللاسف اللي بيروج لشعبي بعض المتزمتين، للاسف اللي ما عندهمش دم، اللي عمال يروج لشعب كسر ويتعين بنكلة يطلع ادارة خبر في موقع مالوش لازمه، كلكم تمشوا وراه. فاضل ابن شرقي، ابن شرقي في لقاء في المغرب مع شقيقه، هو فيه وان شاء الله باذن الله ابن شرقي ما طلبش المستحيل. ابن شرقي طلب زي كل اللعيبه اللي انا عملتها، هو حضرتك مش حاطط لكل لعيبه شرط جزائي؟ طب ويفرق عنه ايه؟ نشاف ان شاء الله باذن الله. امرك انت يا رب ان شاء الله هيبقى من الناس اللي احنا هنخلصهم باذن الله ان شاء الله. اللاعب اللي احنا لوعبين فاكرين شايفينه عبر على النادي هيمشي، مفيش كلام. احنا ما فتحتش الاجتماعيه ولا بستوصف حضرتك، خدت فرصه سنه واثنين ما اثبتش وجودك، هنقول لك متشكرين وهجيب احسن منك، هجيب احسن منك.